بيبدأ فيلمنا في مملكه عظيمه موجوده وسط الجبال وبيكون فيها قانون غريب جدا ان اي اميره لازم تتجوز قبل ما تتم 18 سنه لان في اسطوره قديمه بتقول ان الاميره اللي مش هتتجوز في السن دوت هيظهر لها وحش عملاق جدا من الجبال عشان يتجوزها غصب عنها وكمان هيدمر المملكه بتاعتها بنروح بعدها بقى الاميره اسمها كريستين وهي رايحه تقعد في القصر مع عيلتها الملكيه وبتكون خلاص فاضل لها يوم واحد بس وتتم ال سنة فبيجي أمير اسمه فريدريك عشان يتقدم لها بالجواز وبيفضل يحكي لعيلتها عن بطولاته عشان يوافقوا على الجوازة وفعلا بيوافقوا ولكن الأميرة كريستين بتكون رافضة لأنها مش بتحبه فبيتعصب عليها الملك وبيقول لها إنها هتتجوزه غصب عنها والفرح هيكون بكرة أول ما تتم 18 سنة فبتتضايق كريستين وبتاخد الحصان بتاعها وبتهرب من المملكة وفي نفس الوقت بيكون في شاب اسمه اسبن ماشي في الغابة وبتخبط في كريستين بدون قصد وبيقع في البحيره فبتنزل تطمن عليه وبيزقها في الميه كنوع من انواع الانتقام ولما بتشوف الاكل اللي معاه بتطلب منه يديها شويه لانها جعانه وبتبدا تتعرف عليه لكنها بترفض تعرفه انها اميره عشان ما يبلغش ابوها انها هربت وبعد ما بتخلص بتركب الحصان بتاعها وبتمشي وساعتها بيرجع اسبن للبيت وبيشوف اخواته بول وبيرد وبيتكلم معاهم وقبل ما يخلص كلامه بيجي والده عشان يتكلم معاه وبيساله عن الاكل اللي طلب منه يشتريه له من السوق فبيعتذر له اسبن وبيقول له انه قابل بنت في الغابه وادها الاكل دوت عشان كانت جعانه جدا فبيتضايق والده بيقول له انه هياخد اخواته وهيروحوا البحيره عشان يصطادوا وبيطلب منه يفضل قاعد في البيت لحد ما يرجعوا فبيوافق اسبن وبيدخل البيت وبيقعد قدام النار وهو سرحان وبيفكر في كريستين وبالليل بيسمع صوت غريب جدا في الغابه وبيحس بحركه عملاق وبيكون اليوم دوت يوم عيد ميلاد كريستين وبكده بتكون تمت ال 18 سنة فبيمسك اسبن العصاية اللي بيقلب بيها الفحم وبيفضل يحركها كأنها صيف وبيتخيل نفسه كفارس لحد ما بتقع منه حتة فحم بالغلط على القماش وبتولع في البيت فبيحاول يطفي النار ولكن للأسف بيفشل وبيخرج من البيت بسرعة وبيلاقيه اتحرق بالكامل وفي نفس الوقت بتكون الأميرة كريستين ماشية في الغابة وبتسمع صوت مرعب فبي بيخاف الحصان وبيوقعها من على ظهره وبيجري وساعتها بتسمع كريستين صوت خطوات جايه ناحيتها وبتجري عشان تستخبى لكنها بتشوف العملاق قدامها وبتفضل تصرخ لحد ما بيخطفها وتاني يوم بيرجع والد اسبن للبيت وبيلاقيه اتحرق بالكامل وبيتضايق جدا من اسبن على اللي عمله فبيجي الامير فريدريك يتكلم معاهم وبيقول لهم انه بيدور على خطيبته الاميره كريستين والشخص اللي هيلاقيها هيديله مكافاه كبيره جدا لما بيوصف لهم شكلها بيتصدم اسبن جدا وبيعرف ان الاميرة هي نفس البنت اللي شافها امبارح وبيقرر يدور عليها فبيتكلم والده مع اخواته بول وبيرد وبيديهم فلوس عشان يدوروا على الاميرة وياخدوا المكافأة يصلحوا بيها البيت وساعتها بيروح اسبن معاهم وبيلاقي مراية مكسورة على الارض فبياخدها معاه وبيسمع صوت حد بيطلب المساعدة وبيقترح على اخواته انهم يدوروا على الشخص دوت عشان يساعدوه لكنهم بيرفضوا وبيكملوا طريقهم في الغابة، ولكن إسبن بيسيبهم وبيمشي ورا مصدر الصوت، لحد ما بيلاقي قدامه ساحرة عجوزة شكلها غريب جدا، ومناخرها محشورة في قلب الشجرة، فبيحاول إسبن يساعدها وبيخرج مناخرها من الشجرة، فبتشكره الساحرة وبتسأله أكافئك إزاي؟ فبيقول لها إسبن إنه بيدور على الأميرة ونفسه يعرف مكانها، فبتقاطعه الساحرة وبتقول له إن العملاق خطفها لأنها تمت ال 18 سنة، ولو عاوز ينقذها يبقى لازم يلاقي الصيف الساحرة. السحر الاول عشان يقضي بيه على العملاق وبعد ما بتخلص كلامها بتدي له خريطه سحريه وبيتفاجئ اسبن ان الخريطه ديت فاضيه ولكن بمجرد ما بيسال عن مكان الصيف السحري بتبدا الخريطه تظهر قدامه وبيعرف الطريق فبيمشي اسبن عشان يدور على الاميره لحد ما بيلاقي قدامه توكه شعرها وبيكون واقف على اثار رجلين العملاق وهو مش شايفها في الوقت دوت بتفوق الاميره كريستين وبتلاقي نفسها في كهف كبير ومفيش منه أي مخرج وساعتها بيكون بيرت وبول إخوات إسبن ماشيين في الغابة وبيلاقوا سلة فيها تفاح لونه ذهبي ولما بياكلوا منه بيلاقوا إنه طعمه حلو قوي وفجأة بيظهر لهم تلت بنات شكلهم جميل وبيستدرجوهم عشان يروحوا معاهم وفعلا بيروح الأخين وبيشوفهم إسبن من بعيد وبيمشي وراهم لحد ما بيوصل لكهف وبيلاقوا تفاحة لونها ذهبي فبياكل منها وبيدخل للكهف وبيلاقي إن إخواته قاعدين مع بنات وقدامهم اكل كتير جدا فبيقعد ياكل معاهم وبيحس ان في حاجه مش طبيعيه في المكان دوت وفجأة بيلاقي الأكل اللي قدامه بقى شكله دود وساعتها بتدي له واحدة من البنات تفاحة عشان ياكلها فبيتفاجئ اسبن إن عينيها بقى شكلها مخيف وبيفهم إن البنات دولت ساحرات وده مش شكلهم الحقيقي وإنهم حاطين لهم حاجة غريبة في التفاح وفعلا بيطلع إن كلامه صح وبيترعب جدا أول ما بيشوف شكلهم المرعب فبيتكلم مع إخواته على انفراد وبيحاول يقنعهم إن دول ساحرات لكنهم مش بيصدقوه بسبب إنهم مسحورين فبيضربهم بالقلم عشان يفوقوا، وفعلا بيفوقوا وبيشوفوا الساحرات وبيطلعوا يجروا بسرعة، فبتطاردهم الساحرات وبيحاولوا يقفلوا الكهف، بس بيقدر إسبن وإخواته يخرجوا في آخر لحظة، وبعدها بيكملوا طريقهم وبيقول لهم إسبن إن العملاق هو اللي خطف الأميرة، وإن الشمس ونقطة ضعفه، ولو اتعرض ليه هيتحول لحجارة على طول، عشان كده العملاق دوت بيظهر بالليل بس، وطول النهار بيكون مستخبي في الكهف بتاعه، وأثناء مهما كانوا ماشيين بيشوفوا قدامهم مطعم وبيدخلوا عشان ياكلوا وبيكون الامير فريدريك قاعد في نفس المطعم وساعتها بيطلع اسبن الخريطه لاخواته وبيقول لهم ان الخريطه دي هتوصلوا للصيف السحري اللي هيخلص بيه على العملاق فبيسمعوا الامير وبيروح يتكلم معاه وبيعرض عليه يشتري منه الخريطه مقابل فلوس كتيره قوي فبينبهر اخواته وبيطمعوا في الفلوس ولكن اسبن بيرفض وبيقول له انها بتاعته ومش هيديها لحد فبيتعصب عليه الامير وبيشتمه وقبل ما يكمل كلامه بيرمي اسبن طبق الاكل في وشه وبيتخانق معاه هو واخواته مع الحراس بتوعه وبعدها بيخرجوا من المطعم وبيطلعوا يجروا لحد ما بيوصلوا للشلال فبيجي الامير ومعاه رجالته عشان يقبضوا عليهم ولكن اسبن واخواته بينطوا من فوق الشلال وبينزلوا في الميه ولما بيخرجوا بيزعقوا الاسبن عشان ما اداش للامير الخريطه واخد منه الفلوس لانهم محتاجين الفلوس دي جدا عشان يصلحوا البيت اللي بسببه فبيعتذر لهم اسبن وبيقول لهم ان عاوز ينقذ الاميره وبيطلب منهم يساعدوه في المهمه ديت وبالفعل بيوافقوا وبيكملوا طريقهم بنرجع تاني للاميره وهي نايمه في الكهف وبتصحى على ايد العملاق وهو بيحاول يلمسها فبتخرج من الفتحه بتاعتها وبتحاول تهرب لكنه للاسف بيمسكها وبيرجعها للكهف مره تانيه وفي الوقت دوت بيوصل اسبن واخواته لمكان مليان دخان فبيبعد عن اخواته وبيتوه منهم بسبب الدخان. وفجأة بيظهر الأمير فريدريك ورجالته وبيقبضوا عليهم وساعتها بيوصل إسم للبحيرة اللي فيها الصيف السحري فبيقلع هدومه عشان ينزل الميه ويدور عليه وبيبان كده ان في وحش مستخبي وبيراقبه وأول ما بيغطس اسبن بيلاقي الصيف فبيهجم عليه الوحش وبيحاول اسم يدافع عن نفسه وبيقدر يخلص على الوحش وبيخرج من الميه وفجاه بيشوف اخواته اتقبض عليهم من الامير فريدريك ورجالته فبيلبس فرو دب وبيحاول يخوفهم عشان يهربوا من المكان لكنه بيخبط في واحد من رجاله الامير وبيقع على الارض وبيتكشف فبيقبضوا عليه وبيربطوه مع اخواته وبياخذوا منه الخريطه والصيف وبالليل بيقعد الامير هو والحراس بتوعه في الغابه وبيبداوا يسمعوا صوت العملاق. فبيطلعوا يهجروا بسرعة وبيسيبوا إسبن واخواته مربوطين فبيحاول إسبن يقطع الحبل بالصخرة وبيظهر قدامهم العملاق بس قبل ما يمسكهم بيفكوا نفسهم وبيطلعوا يجروا هما التلاتة فبيروح العملاق وراهم وبيوصل لمكان الأمير وبيأكل كل رجالته فبيطلع الأمير فوق الشجرة على أمل إنه ما يشوفوش ولكن العملاق بيشيل الشجرة كلها وبيمشي وفي طريقه بيشم ريحة أكل موجودة مع بولاخ و بياخده وبيتحرك ناحية الكهف بتاعه وساعتها بيكون اسم مش عارف يتصرف وبيلوم نفسه على اللي حصل فبيحاول أخوه بيردي يهديه وبيقول له أنت اللي أنقذتنا من الساحرات وبيشجعه بالكلام عشان ينقذ أخوهم بول الاميرة وقتها بيرمي العملاق بول الامير في الكهف اللي محبوس فيه الأميرة وأول ما بيشوفوها بيروح الأمير فريدريك يتكلم معاها وبيقول لها أنه كان قلقان عليها وجي مخصوص عشان ينقذها لأنه بيحبها فبيقاطع بولو وبيقول بها. ان الامير بيكذب عليكي ومش بيحبك ولا حاجه وانه عاوز يتجوزك بس عشان يستولى على حكم المملكه والشخص الوحيد اللي عرض نفسه للخطر عشانها هو اخوه اسبن فبتتضايق الاميره وبتضرب فريدريك على راسه وبتخليه يفقد الوعي ولما بتعرف ان اسبن عمل كل ده عشانها بتعجب بيه وبتقع في حبه بنرجع بقى تاني لاسبن وفي الغابه وبيدور على الصيف السحري لحد ما بيلاقيه وبعدها بيجمع حشرات مضيئه في برطمان عشان كان ينور لنفسه الطريق هو واخوه بيرد فبيخرجوا من الغابة وبيمشوا لحد ما بيوصلوا للكهف بتاع العملاق فبيدخلوا للكهف وبيلاقوا المكان شبه المتاهة وساعتها بتيجي فكرة لاسبن انه يرمي خيط في الطريق عشان ما يتهوش ويعرفوا يرجعوا وفجأة بيقع في حفرة وبيقدر بيرد يلحقوا في اخر لحظة وبيتفاجئوا ان اخوهم بول والاميرة محبوسين في الكهف اللي تحت الحفرة فبينزلوا يساعدوهم وبياخدوهم عشان يهربوا من الكهف وفي طريقهم شوفوا العملاق وهو نايم وبيحاولوا يعدوا بهدوء من فوقيه عشان ما يصحاش ولكن الخنزير فريدريك بيدوس على ديل العملاق بالغلط وهو بيعدي فبيصحى العملاق وبيشوفهم وهم بيهربوا وساعتها بيقرروا يطلعوا فوق الجبل عشان يكونوا واقفين قصاد الشمس وهي بتشرق لان ضوء الشمس هو نقطه ضعف العملاق بس للاسف بتكون الشمس لسه ما طلعتش وبيجري العملاق وراهم فبيخاف الامير وبيستخبى بين الصخور وساعتها بيطلعوا لقمه الجبل وبيلاقوا العملاق طلع وراهم فبيهجم عليه اسبن وبيضربه بالسيف ولكن للاسف العملاق مش بيتاثر وبيضربه فبتحاول الاميره تشتته عشان تضيع وقت لحد ما الشمس تطلع وساعتها بيطلع اسبن المرايه اللي لقاها في الغابه وبيعكس ضوء الشمس عشان يوجهوه على العملاق وفعلا بتنجح خطته وبيتحول العملاق لتمثال من الحجاره فبتكسره الاميره عشان ما يرجعش لهيئته مره تانية وبعد شويه بيهرب الامير وبيكون في الغابه فبيقابل الساحره وبيسالها عن الطريق اللي ممكن يوصله للقصر ولكن الساحره بتدله على طريق غلط عشان تتخلص منه وساعتها بترجع الاميره للقصر ومعاها اسبن واخواته فبتحكي لوالدها على كل اللي حصل وبتعرفه ان اسبن هو اللي انقذها فبيقرر الملك يديله مكافاه كبيره جدا وبيوعب بنته انه مش هيجوزها غير للشخص اللي هي بتحبه ولما بيرجع اسبن لوالده بيديله فلوس المكافاه عشان يبنوا البيت مره تانيه بيشكروا والده وبيكون فخور جدا بيه، وبعد فتره بيبنوا البيت، وبتيجي الاميره بتطلب من اسمن انهم يتمشوا مع بعض، وبتتكون علاقه حب ما بينهم، وبيخلص الفيلم. بيبدا الفيلم بحكايه قديمه عن جزيره اسطوريه اسمها جزيره موريا، والجزيره موجود فيها قصر ذهبي كبير جدا بيعيش فيه العمالقه، والقصر دوت مليان كنوز وذهب كتير قوي، وكمان في ميه سحريه اسمها ميه الحياه، واللي بتشفي كل اللي يشربها من اي مرض عنده حتى لو كان مرض خطير، ولما انتشر الخبر عن ميه الحياه، قرر مجموعه من البحارين انهم يروحوا لجزيره موريا وياخدوا الميه دية لكنهم اتفاجئوا ان في عمالقه بتحرس الميه وبيخلصوا على اي حد يدخل الجزيره، لان ملك العمالقه قرر ما يخليش اي حد يشرب من ميه الحياه. بنروح بعدها لشاب فقير اسمه اسبن وهو بيشتغل مع مجموعه عمال في قطع الاشجار، وساعتها بيقطع واحد من العمال شجره وبتقع بالغلط ناحيه رئيس العمال. فبيتضايق الرئيس وبيقرر يطرد العامل دوت وساعتها بيجي اسبن واخواته الاتنين بول وبيرد عشان يدافعوا عن العامل وبيطلبوا من الرئيس دوت انه ما يطردوش بس الرئيس بيرفض وبيطردهم هم التلاتة بحجه انه مش عاوز حد يتدخل في شغله فبيرجع اسبن واخواته للبيت وبيحكوا لابوهم على اللي حصل وفجاه بتيجي عربيه من القصر الملكي وبيقول لهم السواق ان الامير عزماهم على حفله عيد ميلادهم لان اسبن انقذ الاميره قبل كده وبتعتبره صديق ليه فبيفرح اسبن وبياخد اخواته وبيروح القصر عشان يحضر حفله عيد الميلاد وبيبان انه بيحب الاميره وخايف يعترف لها بحبه لانه شاب فقير واول ما بيوصلوا للقصر بيروح اخواته بول وبيرد يدوروا على البوفيه عشان ياكلوا فبتيجي واحده تتكلم مع بيرد وبتعرض عليه انه يرقص معاها لكنه بيرفض بحجه انه جعان وعاوز ياكل وفي نفس الوقت بيروح جرسون اسمه جاك يتكلم مع بول وبيطلب منه انه يقدم المشاريب مكانه للملك والملكه عشان عنده مشوار مهم ولازم يمشي حالا فبيوافق بول وبيروح يقدم المشاريب واول ما بيشرب الملك والملكه بيقع على الارض هما الاتنين وبيغمى عليهم فبتتصدم الاميره وبتروح تطمن على اهلها وبتلاقيهم فاقدين الوعي تماما فبيقول لها مستشار الملك انهم اكيد اتسمموا وان اكيد بول هو اللي حط لهم السم في المشروب لان هو اللي قدمه لهم فبتقتنع الاميره بكلامه وبتامر الحراس انهم يقبضوا على بول وبيرد واللي للاسف بيكون مش عارف يدافع عنهم ولما بيجي الدكتور يكشف على الملك والملكه بيكتشف انهم شربوا سم قوي جدا فبيقول للاميره ان السم دوت ملوش اي علاج وبالتالي للاسف هيموتوا في خلال اسبوع واحد بس فبيجي اسم يتكلم مع الاميره وبيقترح عليها تجيب الميه السحريه اللي موجوده في القصر الذهبي وبيشرح لها ان الميه ديت بتشفي من اي مرض بس المشكله انها موجوده في جزيره موريا الاسطوريه اللي محدش رجع منها نهائي فبتقرر الاميره تروح الجزيرة عشان تنقذ أهلها لأنه مقدمهاش حل تاني وبيصمم إسبن يروح معاها عشان يثبت براءة إخواته ويخرجهم من السجن وفعلا بيبدأوا رحلتهم وبتاخد الأميرة مجموعة من الجنود عشان يساعدوها وفي نفس الوقت بيكون الجرسون جاك رايح البار يتكلم مع العصابة وبيقول لهم إن الأميرة رايحة القصر الذهبي عشان تجيب مية الحياة وبنفهم إن ده الجرسون اللي لبس بول وخلاه يشرب الملك والملكة السم وفي عصابة أمروه يعمل كده عشان يتخلصوا منهم نهائي ويستولوا على حكم المملكه، ولما بيطلب الجرسون جاك فلوس من رئيسه العصابه بتحط له سم في المشروب وبتتخلص منه، وبتقرر انها تطارد الاميره عشان تتخلص منها يا كمان. بنرجع تاني لاسبن والاميره وهم موجودين في الغابه، وبيكونوا مش عارفين الطريق لجزيره موريا الاسطوريه، فبيشوفوا سنجاب غريب وبيفضلوا يمشوا وراه لحد ما بيوصلوا لبيت الساحره، وهناك بيدخل اسبن يتكلم معاها وبيسالها لو تعرف مكان القصر الذهبي اللي موجود في جزيرة موريا فبتقول له إن في راجل عجوز يعرف مكانه لأن هو الوحيد اللي شاف القصر ده ولسه عايش لحد دلوقتي وبتعرفه إن العجوز دوت عايش في كهف موجود في ناحية الشمال فبيقرر إسبن يروح له عشان يسأله عن مكان القصر الذهبي وساعتها بتديله الساحرة جزمة سحرية بتطير يمكن يحتاجها في طريقه وبتحذره ما يمشيش ورا أي أصوات غريبة لأن في كائن مرعب موجود في الشمال بيقدر يتحكم في الناس عن طريق الموسيقى وبيخلص عليهم بعد كده فبيشكرها اسبن وبيتحرك هو والاميرة ناحية الشمال لحد ما بيوصلوا للغابة وساعتها بيقرروا يرتاحوا مكانهم ويكملوا طريقهم في الصبح واول ما بيناموا بيسمع اسبن اصوات غريبة فبيحط سدادات في ودانه عشان يعرف ينام وفجأة بيلاقي حاجة بتسحب الاميرة وهي نايمة وبتخليها تمشي بدون ارادتها ناحية الصوت الغريب فبيشوفها اسبن بيمشي وراها وبيبان ان الصوت دوت هو اللي مسيطر عليها وبسبب السدادات اللي أسبن حطتها حاططها في ودانه مش بيتاثر بالاصوات ديت وبيفضل ماشي ورا الاميره لحد ما بيوصلوا الكهف وبيكتشفوا ان في كائن غريب هو اللي بيعزف الاصوات ديت على كمانجه سحريه واول ما بيبطل عزف بترجع الاميره لطبيعتها وبيقول لهم الكائن انه هياخد روحهم عشان دخلوا الكهف بتاعه فبيتحدى اسبن ان هما الاثنين يعزفوا ولو كسب اسبن في التحدي هيسيبهم يمشوا فبيوافق الكائن وبيبدا اسبن يعزف عزف حلو جدا لدرجه ان الكائن بيتاثر باللحن وبيغمى عليه فبياخدوا الكمانجة السحرية وبيخرجوا من الكهف لحد ما بيوصلوا البيت العجوز اللي عارف مكان القصر الذهبي، وهناك بيشوفوا راجل قاعد قدام البيت بتاعه وبيسألوه لو يعرف مكان القصر، فبيقول لهم إن جده هو الوحيد اللي عارف الطريق وإن هو موجود جوه البيت، فبيدخلوا عشان يقابلوا جده وبيتفاجئوا إنه قزم صغير، وبيبدأ يقول لهم إنه راح القصر الذهبي من 100 سنة لكنه للأسف نسي الطريق، لكنه بيديهم كتاب فيه خريطة بتوصل لجزيرة موريا الأسطورية، وكمان بيديهم ملح سحري يشربوا منه. لو اي غازات سامة فبيشوف اسبن الخريطة وبالفعل بيعرف المكان ولما بيخرجوا من البيت بيتفاجئوا ان العصابة قدامهم وبيقبضوا عليهم فبتعترف لهم رئيسة العصابة ان هي اللي سممت الملك والملكة وان مستشار الملك هو اللي ساعدها في كل ده وخطط لكل حاجة وده عشان تكون هي الملكة وتسيطر على المملكة كلها فبتتأكد الاميرة ساعتها ان اخو اسبن بريء وبتستغل فرصة ان رئيسة العصابة بتتكلم وبتسرق سكينة من الترابيزة من غير ما حد ياخد باله ولما بيجي الليل بيقطع الحبل اللي في ايد اسبن وبيحاولوا يهربوا من المكان ولكن لسوء حظهم العصابه بيشوفوهم وبيبداوا يحاصروهم فبتطلع الاميره الكمانجه السحريه وبتخلي اسبن يسد ودانه وبعدها بتعزف عليها وبيتاثر العصابه كلها بالسحر هو بيفضلوا يرقصوا وهم مش في وعيهم فبتستغل الاميره الفرصه وبتهرب هي واسبن لحد ما بيوصلوا للبحر وبيشتروا مركب من صياد عشان يروحوا لجزيره موريا اللي فيها القصر الذهبي وبعدها بيتحركوا بالمركب وبيوصلوا المكان مليان ضباب وفجاه بيظهر لهم وحش ضخم جدا وبيقلب بيهم المركب فبيفقدوا الوعي ولما بيفوق اسبن بيلاقي نفسه على جزيره موريا وبيتفاجئ ان الاميره اختفت فبيضطر يكمل طريقه وبيمشي في الجزيره وبيتفاجئ ان القصر الذهبي مكانه فبيدخل بسرعه وبيشوف هيكل عظمي الملك العمالقه وهو ماسك حجر كبير جدا فبياخد اسبن الحجر وبيكون فاكره جوهره غاليه وبالصدفة بيلاحظ ممر سري تحت الارض وبيدخل يشوف فيه ايه وبمجرد ما بيمشي جواه بينتشر غاز سام بيخليه يتخنق فبيفتكر الملح السحري اللي ادهوله الراجل العجوز وبيشربه بسرعة وساعتها مش بيتأثر من الغاز وبيكمل طريقه لحد ما بيوصل للغرفة اللي فيها مية الحياة بس فجأة بيلاقي العصابة داخلين عليه ومعاهم الاميرة وبيكتشف انهم كانوا مراقبينه من بدري واخدوا الاميرة لما وصل على الجزيرة فبتروح رئيسة العصابة تشرب من ميه الحياه بس فجاه بيظهر عملاق بتلات رؤوس وبيفضل يضرب فيها وبيرميها بعيد لانه بيحرس الميه فبيخاف باقي العصابه وبيستخبوا منه وساعتها بتتكلم مع الاميره وبتحاول تهديه وبتطلب منه انها تاخد شويه من الميه عشان تعالج اهلها بس العملاق بيرفض وبيقول لها انه ملك العمالقه امره يحمي الميه ديت وانه مضطر ينفذ كل اوامره لان الملك معاه عينيه فبيستنتج اسبن ان الصخره اللي اخدها من الملك تبقى هي عين العملاق وبيطلعه من شنطته وبيروح يديها له فبيشكره العملاق وبيقرر يكافئه وبيخليه ياخد شويه من ميه الحياه وبعدها بيلبس اسبن الجزمه السحريه اللي خدها من الساحره وبيطير بسرعه والاميره ناحيه القصر بتاعها عشان ينقذوا اهلها ويشربوهم ميه الحياه ووقتها بيامر المستشار رجالته انهم يخلصوا على اخوات اسبن بتهمه انهم حاولوا يسمموا الملك والملكه ولكن بيتفاجئ ان الملك لسه عايش بسبب انه شرب من ميه الحياه فبيأمر الملك جنوده انهم يفكوا اخوات اسبن ويقبضوا على المستشار لانه هو اللي خطط لكل ده من البدايه فبيفرح اسبن وبيقدم سلسله هديه للاميره وبيعترف لها اخيرا بحبه ليها وبيقرروا يتجوزوا وبيخلص الفيلم يا بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل وما تنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامه